ومع هذا كله فتلك الشفاعة بجميع أنواعها هي ملك لله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا بعد أن يستأذن ويرضى الله عز وجل عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، بخلاف ملوك الدنيا. لما؟ لأن مبنى الشفاعة وهي الوساطة مبناها على جلب منفعة أو دفع مضرة، فلربما وزير أو ربما قريب لأحد ملوك الدنيا يدخل ويطلب من الملك من ملوك الدنيا ما يشاء دون أن يستأذن. لما؟ لأن ملوك الدنيا بحاجة إلى أعوان، إما لجلب منفعة أو دفع مضرة. أما الله فهو الغني الغنى المطلق العظيم الكامل، فلا يمكن لأحد يوم القيامة أن يطلب الشفاعة إلا بعد أن يستأذن. ولذا أشرف الخلق محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي عند العرش فيسجد فيثني على الله بمحامد، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع.